ليه أمراض الحساسية بتزيد؟ احنا عملنا هنا أبحاث في مصر، لقينا إن كل 10 سنين نسبة الحساسية بتضاعف، لغاية ما وصلنا دلوقتي حساسية الصدر من 8 لـ 12 في الكبار، من 10 لـ 15 في الأطفال. ليه الحساسية بتزيد؟ لنمط الحياة بتاعنا اختلف. أولا الولادات معظمها قيصرية، الولادة القصيرة معروف بتزود فرصة حدوث الحساسية 4 أضعاف. 2 نمط الحياة، الأكل اللي هو الدليفري والأكل اللي ما فيهوش مضادات للأكسدة بيخلي الحساسية الأعراض بتاعتها تزداد والاستجابة للأدوية تقل. التدخين اللي أصبح لعنة من لعنات الشباب بتاعنا دلوقتي. التغيير الجو، يعني إيه تغيير الجو؟ يعني واحد مثلا من الصعيد يجي اسكندرية تظهر عنده أعراض الحساسية، يرجع هناك في بلدهم تروح أعراض الحساسية. إذن أسباب الحساسية أسباب في البيئة نفسها وأسباب جينية جوه البني آدم. إحنا كنا عارفين زمان إن الأسباب الجينية دي ثابتة، ثبت بقى من بالدليل القاطع إن الجينات بتختلف مع التعرض لبيئة مختلفة، وهو ده اللي بيفسر ليه الناس لما بتتنقل من بلد لبلد يا بتجيلها حساسية وما كانش عندها بلدها أو العكس صحيح. إذن أسباب الحساسية بيئية وجينية، الاتنين بيتعاملوا مع بعض بيدونا العرض. ليه ده بيجيله حساسية أنف وده بيجيله حساسية صدر والتاني بيجيله حساسية جلد؟ لغاية دلوقتي ما نعرفش.